وادي ميزاب حضارة متجدرة، تتجلى سماتها في تمسك بني مزاب بدينهم ومحافظتهم على أصالتهم وتقاليدهم، لراح تشوف أنها منبثقة من تعاليم الدين الإسلامي. ستنبهر وأنت تزور غردايا بسحر هذه الحضارة الميزابية، إذ يشكل اللباس عندهم إحدى هذه المميزات، فهو رمز للتوحد والتماسك لمجتمع حافظ على وجوده وأصالته طيل قرون وقرون. وهو لباس إسلامي محتشم موحد مستلهم من الواقع الذين يعيشون فيه. وفي ظل هذا الغزو العلمي الغربي، أتمنى أن من شباب بني مزاب أن يتشبثوا به أكثر ويدافعوا عليه بالمواظبة على ارتدائه. وتاني حاجة اللي لاحظتها أنه تاني في الصلاة عطينا قيمة للنظافة، يلبسوا القندورة تاعهم، ما تلقاش مزابي ملابس القندورة وراح يصلي. علاش؟ يقولك أنه الملابس تاع اليومية قادر تكون متسخة قادر، فيعطوا أهمية، يقولك النظافة نعطوها أهمية كبيرة، خاصة كي نروحوا للمساجد. خذوا زينتكم عند كل مسجد. مصنفة تراثا وطنيا وعالميا، مثال للفن المعماري الأصيل، جمال هندسي فريد، بساطة في الحجم، وحدة في المظهر، تناسق وانسجام عام تعلوها وتشرف عليها المساجد العتيقة وتحميها الأسوار الدفاعية، تتخللها الأزقة والمسالك الضيقة. إنها قصور وادي ميزاب. تمثل هذه القصور إحدى روائع الهندسة في العالم. تتباعد قصور وادي مزاب عن بعضها، لكن هندستها واحدة وهي خمسة: قصر العطف، هو القصر في وادي مزاب هذا هو قصر العطف، قصر بونورة، قصر غردايا، قصر بني يزقن، قصر مليكة. القصر هو يمثل مدينة، وكل قصر راح يكون عنده الجامع الخاص به، يعني يجي في الأعلى قاع ومن بعد تنبنى عليه المدينة، وفي التحت قاع ولا خارج الصور ولا بجانب الصور، المهم خارج البيوت يجي السوق ويجي هذاك النشاط تاع السوق اللي بعده على البيوت في الخارج. وسترى مساكنها متلاحمه متلاصقه لا يعلو احد على الاخر. البذخ والشبعه، العلماء هذو اول حاجه خموا لها هو العمره. نظام المباني في ميزاب او ما نسميه بالاعراف متميز عن كل باقي الانظمه في العالم، فهو نموذج للاسلام الحضاري والاخلاق الراقيه ونمط حياه وين تتلاقى فيه الابعاد الجغرافيه والثقافيه والدينيه. أمناء العمران أسسوا نظام يسموه بيت تاع زوج أعمدة ولا ربع أعمدة لا غير، تقدر تسموه مدن ربع مدن في وادي مزاب، ما عندهاش أكثر. أعلى 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 كما يقولوا بيت تلقى فيها 7 مترات ونص لا غير. يبني الدار الجديدة يقول له عمي حاج إسماعيل مقابلني هنايا، ماذا بك الدخلة تاع الدار ما ديرهاليش مقابلة دار، أجبدها بجهة. على هذيك تلقى كاع الديار عندنا سون دي بارتي، يا با دو ميزون اللي تلقى دخلة تاعها مقابلة تاع الدخلة تاع بور ايفيتي لو فوايوريزم. تفضلوا هاي تشوفوا بيوت بكري دائما هكذا، تلقى في الرمل في الاول خاطر الناس كانت كاع في اللحى، دونك فوالا الرملة رملة بيضاء يمسحوا رجليهم هنايا ويدخل الدار. وفي الدخلة تاع الدار دائما تلقى فيها الرحى، هذه الرحى نقولوا لها تاسيرت، هذه الريحه سبيسيالمون تاع القمح تاع الشعير يريحوا بها لي تريك هادو فوالا يخدموا بها فوالا. هذه دائما هنا في غردايا نديروا، كانوا بكري يديروها مور الباب تاع الدخله تاع الدار. علاه يديروها مور الباب؟ خاطرش بكري ما كانوش نابورت لو كي يكسبها، كانوا غير اللي عندهم بقى عليهم البيستر، الور دايرينها مور الباب باش يشتركوا فيها الحومه كاع كيما راهي. تجي دقدق في الباب، قاعد عندي شويه شعير نبقي نبغي نرحيه، دخلها تريح ترحي تكمل تروح. باش تعرفوا بلي وادي مزاب كاع الناس تخدم كما يقولوا للمنفعه العامه قبل ما تخدم منفعه خاصه. بصح كما هنا كما الرحاه هذه تنفع كاع الجوارين. هذه تجيبها معها العروسه كي تجي جايه فوالا. بكري دوكا راني نقصت بزاف قرون فلسه كوتشير راهي فريمون تبرد تري تري بها، الماء تاعها بارد في الصيف ودافي في الشتاء. فوالا هذه كاع حكايه، بصح عندها حكايه واحده اخرى. حكايه واحده اخرى واش هي؟ هذه تساهم في التكافل الاجتماعي بين الناس، بين المجتمعات، بين العائلات. يعني حاجه رائعه. الحكايه تاعها واش هي؟ سيكو كيما تعرفوا هنا في غردايه حنايا نرقدوا في السطح.
في الصيف نرقدوا في السطح، الو يطلع الراجل والمراه يرقدوا، يعمرها بالماء الراجل ويجي طالع الفوق. عندنا في السطح عندنا واحد الحديده هكذا وفيها امبولي وفيها خيط هابط، يربطها في الخيط هذاك يطلعها الفوق ويروحوا يرقدوا. تبرد في وسط الليل يعطش يهبطها يعطي المدام تشرب ويشرب هو. مي الحكايه وراهي سيكو انا راني جارو والحيوط بيناتنا صغار، متر وخمسين متر وستين دي باس با، راني نشوف فيها معلقه. النهار كي ما يشوفهاش واش معناها؟ معناها الراجل ما كانش في الدار. كي يكون الراجل ما هوش في الدار، المراه ما ترقدش في السطح، ترقد في البريمير ايطاج. الور واش نقول انا للمراه؟ نقولها شوفي العائله تاعي، قولها بعتي غدوه الدراري عند جارتنا كاش ما تسحق يشريو لها يعمروا لها الماء يدخلوا اكسيتيرا اكسيتيرا. الور هذا التكافل هذا يخلي المراه هذيك جارتي تحس روحها الاز، خاطرش الناس تاع الحومه كاع راهم يعاونوا فيها. حتى كيولي راجلها غير نشوفها طالعه معلقه نعرف بلي الراجل ولا بعد، نقولها سي بون شوف دي الدراري عمهم بعد جا. والتالي جايت الجيران ما تطلعوش الفوق يا ناس الجيران، السطح يا ناس الجيران. كي يكون خدامين يخدموا الفوق ولا هذيك. خدام يطلع ماشي باش يخدم ولا هذيك ماشي مول الدار. لكن مين مول الدار؟ هاني جاي طالع للسطح رايح نخدم في داري. بصح من غير اوقات اللي طلعوا فيها نسا. انا مول الدار نزقي والتالي جهات الجيران ما طلعوش يا ناس يا جواري ما طلعوش الفوق باسكو راني نخدم. دونك نساوين اوتوماتيكمون جبتهم. بصح حنا يستغلوه بزاف في الصيف سيرتو في الصيف يرقدوا فيه على خاطر السخانه في النهار. دونك في الليل يطلعوا للسطح كي يرقدوا يشوفوا بعضهم ولا ما في الليل لا ما عليه يا باصا كاش كان شوف ديار تاع بكري نزيد لك هذه سجلها. انا نشفى في اغلاد نربط عندنا احنا دوك تشوف كاع بنات حيوط طلعت كبار وهذيك ما كاش منها. بكري كان بينك وبين جارك حيط هكذا حيط بين الجوارين هذوك فيها متر على اكثر متر ونص. كي نكونوا راقدين هنا في لاتراس انا نشوفوا جارنا عمي حاج فلان ولا عاج فلان ولا حاجة فلانة هما راقدين هنا كوطي. بصح عمري نشفى عندنا طلعت طلعنا في عند الجار واش عنده حتى ولفنا خلاص هنا نلعبوا هنا في لاتراس. بصح عمري ولا يجي في بالنا نطلع عند الجيران. سيت اون ادوكاسيون ولات عند الناس خلاص. جاري هنا الحاج اسماعيل عمري ما نطلع عنده واش كاين في دار لا كيوستي ما كاش باسكو مأمنين من الصغر بابا وكان يشوفني كي كنت نطلع صغير يحكمني وانت واش راك داير على بالك حرام عليك خلاص. جامي نشفى طلينا على جارنا جوارينا عمري شو طلعوا لي طلعوا علينا انا سنو باري اترونجورك بكري سيتي نورمال سيتي توت في ناتورال. الحيط كان الحاج كان هنا الحاج ما كاش برا. دوك الناس يطلع حيوط كبار وطلع الناس دير الكاميرا يطلع لهم سي سا كي امبورتون كومبروندر سي 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 تاسبي امبورتون ا كومبروندر دون سو مومون مودرن اللي راه فيه. ثم الشمس والهواء والشمس من العناصر الاساسيه كل ديار تدخل فيهم الشمس حتى في الزلاق تشوف الشمس ما كانش تعلي هكذا كان حدود كاع عندهم الشمس. وعندنا 60 ماده تاع العرف لازم تطبقها. انطلق واضع الأنظمة الميزابية من قناعة راسخة خلاصتها أن التطاول في البناء والتفاخر بالمقتنيات هي وراء كل الشرور التي تصاب بها النفوس. فمن جهة هناك التباهي والفخر والاستعلاء ومن الجهة الأخرى هناك الحسد والبغضاء. صعب جدا أنك تفرق بين الفقير والغني. قصر بني يزقن وعلاش بني يزقن بالتحديد؟ لأنه هو بقى محافظ على التراث تاعه بزاف. شوفوا كيما هذو الأسوار ما زالت قاعدة وشوفوا المدخل تحس بلي انا راك داخل القصر. بمجرد انك تدخل للباب وتدخل القصر تحس كانك سافرت عبر الزمن. دوك في غردايه ولا في بني يزقن هذه راكم تشوفوا فيها، هذه بني يزقن هي كي تقول سبع قرون يعني ماشي حاجه غير صغيره، سي تان ميوزي ولا متحف على الهواء الطلق ومتحف اللي ساكنين فيه الناس يعني سي ان بو سبيسيال خاطرش متاحف على العموم تب يعني ديار طايحين كي يقولوا سبع قرون بمعنى ديار قدم وديار طايحين، مي بار كونتر حنا عندنا متحف والناس ساكنين فيه يعني حاجه يعني تقريبا ما تصراش في العالم تقريبا. هذه تيز فري نسموها حنا تيز فري. هو مكان العمل هو مكان اللقاء تاع نسا ومكان تاع اللقاء تاع العائله ايضا كي يكون باباهم هنا وهذيك ولا العائله تلاقاو يتلاقاو هنا يريحوا في تيزفري ويديروا فيه المنسج. اصلا هو تيزفري دائما فيها منسج. تيزفري هذه سان صالون سبيسيال فام يعني كي تجيها ضيفها المراه دخلها تقعد في الصالون. مساوين تاع الجيران لهنا باش يقصروا مع مولا الدار يقولوا الناس بكري الحديث والمغزل. هذا هو معنى الحديث والمغزل. كي تجيك لهنا باش تقصر معها
تقول لها كي هذه هي اصلا بدك تشاي تقول روحي تخدمي معاه. انت عبايا ومن بعد رجعوها لكم التابي وسموه قندوره التابي قندوره جمزه. من بعد الاستقلال ولات تسمى النيله فيها كاع لي موتيف. شوف هذو لي موتيف هذو كاع لي موتيف في هذيك العبايه. هذه العبايه ما خدمتها المراه وقتاش خدمتها المراه هذه؟ خدمتها نهار اللي كان راجلها لهيه وبغات تبعث له بريه وهي ما تعرفش تكتب باش تحكي له على كيفاش راهي عايشه حياتها كيفاش راهي عايشه في دارها. جابت الطابي ريحت في المنسج وخدمت الطابي وكل حاجه رمزت له دو موتيف. بار اكزومبل عندها الطشه بمعنى الخلاله هذيك اللي يدك بها خدمت هذه هذه هي الخلاله ودارت زوج واحده منها وواحده منها باش تحكي لراجلها تقول لها تقول له لراجلها تقول له بلي انا ويماك رانا نتعاونوا في المنسج نخدموا مع بعض ودارت الصندوق تاع العروسه الصندوق تاعها داكور. وهي كي كانت عايشه في الدار تشوف لي سيربون مرة على مرة تشوفها سيربون خاطرش على عايشين معاهم في الدار دارت لي سيربون. وهادو سي لي سكوربيون العقارب العقارب فوالا وهادو سي لي فورمي فورمي النمل فوي. يعني كاع لي موتيف واش كانت تشوف في حياتها واش كانت تشوف في لونتوراج تاعها حكاتو في العبايه هذيك في لو طابي هذاك نسجاتو عبايه وبعثاتو للراجل. قصر تافيلالت نسخة عصرية عن قصر بني يزقن. هذه التحفة الفنية التي جمعت بين الأصالة والمعاصرة اللي حرص عليها مؤسسو المشروع على استنساخ حياة الأجداد وفق الطراز المعماري المتوارث في المجتمع الميزابي. فتحس أن المدينة كأنها مولود تاريخي يعبق برائحة الأصالة. مرحبا بكم في قصر تافيلالت الجديد. كما تشوفوا هنا رانا داخلين من بين الدخلات تاع القصر. انا دخلوا لقصر تافيلالت هذه دخله نسموها دخله البرج. كما راكم تلاحظوا بالا كي دخلتوا من برا القصر داخل القصر راكم حسيتوا كاينه شونجمون دو ميكرو كليما بروده طرقان شويه عرضناهم على لي زونسيان قصر. علاش بكري كانوا يدخلوا بالحمير حاشاكم ولا بال حنا نقولوش حمير حاشاكم باسكو حمار عنده قيمه كبيره عندنا في في الجزائر وفي المنزل. يوقف هكذا الحمار يكون يتعدى بمعنى يعدي بالشواري تاعو خاطرك ساهم بزاف في البناء تاع حضارات القصوريه. كاينه واحد الخاصيه كما قلت لكم ما كانش تيق بزاف وحتى تيق اللي كاينين ما تلقاهمش كبار تلقاهم صغار. علاش؟ راهو ينقص من الحجم تاع السخانه ولا الهواء اللي تدخل داخل المنزل. وزيد هذا الشيء هذايا راك تلاحظوا في الجزائر من الشمال حتى الجنوب قسمه راك تحبط من الشمال للجنوب تيق راهم ينقصوا ما تلقاش باب مقابل باب ولا تقى مقابل تقى. على واش؟ على جال سترة. دونك لارشتكتور انسبيري على لي كوتيم اسلاميك ولا العادات والتقاليد الاسلاميه اللي عندنا في واسمو تافيلالت قصر تافيلالت. في النظافه يعني ما تلقاش اي حاجه والكار نظافه والكار ما شاء الله. نتمنى هذه المشاريع تعمم على ارض الوطن. شكرا. إذا نشوفوا هنا ثاني عندنا لي فاصاد كاع متشابهين الوغ الدار تاعك مي لا فاصاد تاع كاع القصر.